سهلنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف في الدارين. آمين. وصارعوا لهم في الخيرات الله يشكر الذين هم خير المسلمون بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون أولئك يصارعون نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق لا يظلمون في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تدل عليكم وكنتم على أعقابكم تنكسون وإذا مرت تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يتأبهم الأولين لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة من جاءهم بالحق فسدت السماوات والأرض وما فيهن فأتيناهم بقبلهم ورضوان تسألهم خرجا فخرجوا ربك غير الرازقين وإلا قال تدعون يا صراط مستقيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة صراط ناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لهجوا في طغيانهم اللهم استدرانوا لربنا ما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي يحييكم فقلنا ضرابا وإذا ما إلينا لحظة ربنا لا إلا أساطير الأولين وما فيها إلا نظلمون قل من رب السماوات سبع رب العرش العظيم الله رب لا تتقون ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يقولون الله رب لا تتقون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق سيئتنا الخلق ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين بك ربي أن يضرون ربي قد أتيت إذا جاء أحدهم الموت قال رب اليوم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم تلزقني إلى يوم يبعثون فأولئك الذين حسروا أنفسهم في جهنم خالدون تفتح وجوههم النار وهي خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا خلقت علينا جبلنا وكنا قوما ضالين ربنا آخرنا بها بينا
من عبادي يقولون ربنا آخر لا برهان له بي بينما إذا وإذا بي أو عرب الظاهرون ربي اغفر وحوان دار بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا بها آيات بينات لعلكم تذكرون الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إخوانكم تمنعون بالله وليتتلابهما طائفة من المؤمنين زاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكرها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك صناتي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما كسب من العلم والذي تولى كبره العذاب عظيم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء رحمته في الدنيا والآخرة فمزق فيما منذ في عذاب عليك إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون بين وعند الله عظيم إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم ما تعلمون فضل الله عليكم ورحمته أن الله رءوف رحيم الذين آمنوا لا تتبعوا قدوات الشيطان ومن يتبع قدوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله الذي بعثنا والله عليكم ولا يات لاولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للغرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليكفوا وليصبروا ولا تحبوا لا يغفرن لكم والله رحيم الذين يرمون المحسنين
الصلاة الوافية المؤمنة نعين حديا ولا من جاعدا يا من تشهد عليه حسنة عليه واجر بما زادوا يعملون يوم إن يوفي من الله للخبيثين والخبيثون للخبيثات والضيبات للضيبين والضيبون للضيبات أولئك مقربون مما يقولون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن لكم الجنوب الجنوب حتى لكم الله بما تعملون عليه عليكم جماع أن تدخلوا بيوتا غير مسؤولة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ما يبين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا يا ممن لعلكم تفلحون واغفر الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يرهن فإن الله بالمدينة إلا والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري أو توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فقال ما لا سري الحساب أو كالظلمات في بحر اللج يغشاه موج
موج من فوقي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قتيبة ثلاثة وتسمية والله عليهم بما لله ملك السماوات وهي الله المسير ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويسير في ميجا ويجب عما يشاء ويقال سنة بسيطة ويمسى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك عبث ويمسى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين والله ما شاء إن الله على كل شيء قدير مبينات ولا يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم آمنا بالله إن أمرتهم ما يخرجون لا تصيب ضاعة معروفة إن الله أمير بما تعملون أطيع الله أطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تدعوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد أذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوامون عليكم بعضكم ولا خير المتبرجات المدينة وعيسى ابن خير الله سمعني وراء على الأعرج حرج وراء على المريض حرج وراء على أنفسكم من تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم
أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله بركة بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه تبارك الذي نزل القرآن على عبده السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا بالملك واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبدر لنا تسكنوا ربك مسيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا يرمانا قد استكبروا في أنفسهم يوم يهض الظالم
بين يدي رحمتي وسلامة سماء ما أنظر لي به بلدة ميتة ونصيع مما أعلم وأنا سيا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ما بادرنا سنا الغفور لبعثنا في كل قرية نذير ولا تطع الكافرين ولا عز في جهاد كبير هو الذي مرج البعرين هذا عذب فرات إلا من شاء يتخيل ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت فصب بعمده فبابي بذنوب عباده خبير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سعى العشر وفتاته خبير فهو الوجود رمى قالوا ورحمة نجي لما تمرنا لا تملك تبارك الذي جعل السماء يقول وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار علمة لمن أتى إذ ذكر أو أراد شكورا إلى ذو الرمار الذي يعزو حاجة وإلى خاتمه جاهل وعاد سلام يبيت ربي سجد وقيام يقولون ربنا ارحمنا عذاب جهنم إن عذابها كان Yeah.
أزواجنا وذرياتنا والرذائل والجمائل والنخيل إما عليك يجزون العربة في عذاب الرحيل قال بها تحية وسلام لما غفتكم قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السلام وزمتنا أيديكم فأجركم الخلاف ولأسلمنكم أجمعين وقلنا إلى ربنا منقلبون ما يضر ولا ما
I'm
الصراط المستقيم لا تبغصوا الناس أجرهم ولا تدعوا عن المفسدين واتقوا الذي وارض ملة الأولين إنما أنت كمتحرين أنت إلا بشر مثلنا وإن لم يكن من الكاذبين إذا من السماء قال حبي أعلم بما تعملون وكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذين كانوا نبي سبل الأولي أولم يكن له ما يتبعي يعلم أعلم أبني رائعين من جلنا خلاقة الأجل فقرأوا عليه ما كانوا بيومي كبكنا في غروب مسلم لا يؤمنون بي حتى يروا العذاب الذي يأتيهم وتدهم لا يجرون هل نحن منذرون فلعنا لا يستجرون وإذا رأيت المتى نعبسين ثم جاءهم لا كانوا يحضرون ما كانوا يمتعون لكنا من قلت إلا الله مذنبين وما كنا ظالمين وتنزل في شياطين وما ينبغي لهم ما يستطيعون حيث من مهجورون إذا خلق الدهور من المعذبين عشيرة الأقربين لمن اتبع منهم فإن نبي ما تمر وتبكر العزيز الرحيم هو السميع العليم على عزيز الشياطين على كل أفاك نذير سموات النادم والشعراء يتبعهم الهامون في كل واد يهيم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا تلك آيات القرآن وكتاب المبين للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا أولئك الذين هم سورتهم لا خلتهم نصرا أنست نارا لعلى رنفاتكم إنا بطبياتكم بجاب خفص لعلكم تفزعون فلما جاء نودي أن بورنا في الله فمن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه فلما وأرضها تهتز كأنها جان ولا يرد يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون ظلم ظلم بدلا لما تسوي ظلي غفور رحيم واغسل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعى علما وقال الحمد لله الذي أمرنا على كثير من عباده المؤمنين وعرف سليمان داود وقال يا أيها الناس اجمع بعدي والنعمتنا من كل شيء هذا لا الفضل مليم وحشر لسليمان عبد الله طيبا قالت النملة يا أيها النمل قلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان رجل ذو الله يدرون وتبسم ضاحكا
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى من صالحا أفسدوها وجعلوا عند دارها ذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية ونادرة لما يرجع المرسلون أما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير من هذا فمن عندهم بهدية ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يا ابن بني أشكر أغفر وما جمع بينما يكبر نسير وما كبر عين ربي ولي قالت كأنه هو الهودي بين ويهم يا رقل أبود وزدها ما كانت تعبد حين لا إله إلا الله هي لهم قل اسفرها فلما نأتوا حسبته رجتا وقد أرسى فيها وإن أدرم مرد من قوالي أرد نفسي وأتمت معك إلى رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أمام سعر يعرف ذلا وإلى فريضا يلتزمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة أفضل عجلت يا ريت تبدون لعلكم ترمون طيرنا بك بمن ما قال قال طائركم عند الله لا تخافوا تبدون قال في المدينة تسعة رديئة لا نبيت أنه ولو ثم لنقول أنك ولي ما جئتنا ملكان وإنا فسادوا ومكروا مكروا ومكرنا مكروا ومكرنا كيف كان عاقبة مكرنا دمنا فدل ثبوتهم هاوية بما ظلموا إن في ذلك آية لقوم يعلمون قومي أتأتون الباعي لتأتون تصير
من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وجار خلالها أنهارا وجار لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا لا إله إلا الله ونصر الله يعلمه من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعل الخلفاء لا إله إلا الله قليلا ما يذكرون أمن يديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ثم يعيدون من يرزقكم من السماء فرد يا إله من الله ما في السماوات والأرض والبحر إلا وما يدرون أيا يبعثون بل أدرك علم في الآخرة فلم يدرك بها فلم يعلمون وقال الذين كفروا تحسبها جامدة وهي تمر مر السائل إلا إذا كل شيء إنه خير من ما يفنى خير من أوام فسيا في عامل في السيد أقبط اليوم أمرت أن أعبد ربه فمن اهتدى فإنما يهتدي التي أمان له إنما أنا من المرسلين وقل الحمد لله سيريكم آياته وتركوا لهم ولا يفتح الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا سيم من آيات الكتاب تتلو عليك النبى موسى فرعون بحق الحق يؤمنون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستلطف طائفة من الجدد Yeah.
قتلوا فرعون ليكون لهم عدوا وعدوا فرعون غرة عين لي ولقد هذا طلوع سايق ولا تغلى ولا تغلى وأضعفت أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بدولة وقالت لأختي قصي فقدرت بأجر وحرمنا عليه المراضع من قبل بغالت هل أدلكم على قبلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبجزه موسى قال فإذا ليس عند ربنا أن بطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت المدينة يسعى قال يا موسى إن الملايا تبلون بك ليكونون فخرج من عقائه فيتلقب على رب أجل لقوم ظالمين توجه تلقى أخرج على رب أجل ولما ورد ماء مدينة وجد تذودان قال ما خطبكما قال كان الذي يتعد الرعاة قال شيء كبير سألهما ثم تولى إلى الظل فقال رب لما أنزلت إلي من غير وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءوا وقص عليه القصص قال لا تغلجاك في قوم ظالمين يا أبت زادر إن غير من زجت خبير قال إني أريد أن أنقعك إحدى ابنتيتين على تجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا ومن عندك وما أريد أن أجب عليك فتجدني إن شاء الله من ذلك قال ذلك بيني وبينك كأنها جان والله مبيا ولم يعمل أبو جاملاتها
تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فتضاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في ثاني بدر الله آياتنا إنا كنا مرسلين قد بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربي قد تغفر قوما ما أتى من نعيم خلقنا لهم يتذكرون موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وآتوا ما تبعون صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون نتخطف من أرضنا ولم نمكن لهم على من آمن إلا إلى ثمرات الجدار ومن يدنا ولكن عظيم وكم أهلكنا من قرية بطلت معيشتها وتلك مساكن وانقص من بلد إلا قليل وكنا نحن ظالمين ما كان ربك ملك القرى حتى يبعث في أمها رسولا متاع الحياة الدنيا وزينتها عين الله خير وقام لا
بلغيك كمن متنا سرمدا الى يوم القيامة فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعزبة هو ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل ولا على قومه في زينته وما للذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله له عشر أمثال منها ومن جاء بسيادنا إذا الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي إلى الدين.
الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين احسن الذي كانوا يعملون واصبرنا للمصانع بغير به حسنا وان جناك لتشرك بما ليس لك به علم الناس كعذاب الله وإن جاء نصر من رب ليقولن إنا كنا معكم وليس ليعلمن الله الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم أضغالهم وأضغال ما قالوا ولا قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله النبوة إنكم لتأتون الرجال وتقضون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان بالبشرى قالوا إنا مريدوا أن يهدي ولدنا لا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم فرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن فرعون وما لا
لنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاشبا ومنهم من أخذت الشيحة ومنهم من غزفنا من دون الله يا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنها الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والإثم لا يخفى ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا إلهكم أجرنا له مسلما يؤمنون بي ومن يؤمن بي ومن يؤمن بي ومن يؤمن بي ومن يؤمن بي الصالحات لنبوئنهم من الجنه لمن يشاء من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن ما هو الله السماوات والأرض
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها الذين أزاغوا السوء كذبوا بآيات الله كانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم يعيد لهم مساعد لسلمهم ولم يكن لهم من شركائهم كافرين يوم مساعد يوم يتفرقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسلحتكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وجمالكم الجليل في ذلك لآيات لقوم يسمعون يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء بعد موتها في ذلك الآيات لهم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا جاءكم دعوة من أمر إذا أنتم تخرجون في السماوات والأرض يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون هل لكم مما ملكت إيمانكم إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون الغيبة تخافون ذلك المزرعة لهم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فأيدي من أضل الله ما له من ناصرين بعد ما جعل الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وما يخبر المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما يخبر المفلحون لو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء يا من 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 يا من
يرسل الرياح نشورا بين مبشرات وليذيقكم رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين عجبوا وكان أكبر علينا نصر المؤمنين فلم الرياح فتثير صحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يومئذ الله تأمى الذين غلبوا وعجزوا ولا تتقوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مدى كتاب لا يقول أن الذين غلبوا وعجزوا إلا ممكنا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستبدل أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمع وكأن في أذنيه ويبشر بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا خالدين فيها وتلا بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة هذا خلق الله فتعال يشكر لله ومن يشكر بينما يكون لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا إليهما إلى يوم القيامة ونبيهم بما قالوا يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا الله بالمعروف ونهى عن المنكر
مشيك وخذ من صادق إنك الرزاق الرزاق الحميد. ألم ترى أن الله خلق السماء ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شيطانا يدعونا على لسانه وجهوه إلى الله وهو مسلم وقد سلمت الخير وقد الله وإن الله يغفر الذنوب فلا يزعم غفور إلينا يزعم غفور نقدر بما منه إننا عليهم بلا تسلم السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون لا ما في السماوات إن الله هو الغني الحميد شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبع زمر بعد بذلك كلمات لا إن الله عزيز ما خلقكم ولا بعض إلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلهم لا الله هو الحق وأن ما يريد إلا الله وأن الله ولي الحميد تجري في البحر بنعمة الله يريد كل سنبال فما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما ينفع إلا كل وطار يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شاعر هذا لا يغرنكم حياة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري لازم ما لا تنزل ولا يغيث إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزل الكتاب من رب العالمين يقولون افتراه بل هو الحق من ربك وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي وآدميها فلا تتذكرون الأمر من السماء إلى الأرض ثم يدري أيديهم أما تسعين ما تعدون ذلك عالم وجهد حزيز ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار ولبث قليلا ما تشكرون فقالوا أهذا ظلمنا Yeah.
كم أهلكنا من قبلهم من الغرور أنتم بمساكنهم إلى آياتهم فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأراضي الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه نأكل أنفسنا فلا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ونافعين كما علم عليه واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله اعلم بما تعملون وتوكل على الله وكفى بالله وكيل انا لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أضياءكم أبناءكم ذلكم قولكم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببدء في كتاب جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوت عورة وما يبيع يريد إلا خلاف ولو دخلت عليه من أقدار فسجد لله ما تنفذوا بها إلا يزيد ولقد كانوا عهد الله إليك تدور أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يبلغوا أبدا أما لو كان ذلك لا يسير الأحزاب
لم يذهبوا ايات الاحزاب يبدو لو انهم بدوا نحن صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم ما قضى نحبه ومنهم ما يهتدي وما بدلوا كثيرا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويرتب المنافقين ويتوب علينا ما كان عفوا رحيما رد الله الذين كفروا بغيه لم ينالوا خيرا وغذف في قلوبهم الرعب طريقا يبدو عليهم الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله سيجازي كل أجر يا نساء النبي فيات منكن بفاحشة مبينة يدعو يا رسول في أخر ذلك الله يسير منكن لله ورسوله لستنك أحد من النساء إن اتخيتن فلا تغضن بقلب بيض عليه قلبي ولنفقن قلبا معروفا ولنبي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات الذاكرين إذا خض الله ورسوله أمرنا أن تقول لهم الخيانة في أمرهم ورسوله أخذنا ضلالا مبين وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج من حرج فيما فرض الذين آمنوا بالله إذا تطيعوا تبيعوا وتواسيعوا
وملائكته ليخرجكم من الظلمات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم إن عدة فرقدونها فمتعون وسبعون سبعا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة أو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن لا يزن النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لغروبكم وغروب إلا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يا أبي الله في أبائهن ولا بنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملك الأيمان ولا تغير الله إلا الله إن الله وملائكته يصلون قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أزواج ربك لا يزينهن كان الله غفورا رحيما إن لم يغضه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمجرمون ربنا إنا أدرنا سادتنا وكبرانا وضلونا سبيلا آتهم
آمنوا لا تكونوا كالذين أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله والأرض والجبال فبينا أن يعمل لها وأجر بها وعمرها لزهر يكتب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج منها ورحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكثر من العلم الذي أنزل إليك من ربي وهو حق الدين يا سراج العزيز الحميد الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا كنتم كل ممزق وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض عليهم من السماء إن في ذلك آية لكل عبد مريب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبه ما وطير وطنا لرزيد فقدر في الزجر ومروزا يعني بما تعملون ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عن القدر ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربه وما يجمل من ربنا نذيق من عذاب سيئ يمرون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغدور فاسيات ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سابق وما غرق تبين في الزن أدابة لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان أي يمين وشمال سيل العرم وبدلناهم بجنتين جزيناهم وكبروا والجزاء إلا الله وجعلنا بينهم بين الغرى الذي بعد بين أسيرنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم عزيزا وجعلنا كل مرزق النبيل إلى الآيات لكل زمان جهود في ذلك الآيات
ذات لكل صبار شكور. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد. محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد. محمد إنك الهدي أمين الوحي مرشدنا محمد. محمد بدرنا فلانك شمس من نورك ضاءت البضحى محمد. محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد. محمد تمت لما علينا بمولدك المكرم يا محمد. محمد ذاويا قد كنت أظلم بمكة قبل بعثك يا محمد. محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله وسلم المولى محمد. محمد ربنا صلى عليك وسلم ثم عليك يا محمد. محمد ذوم أصحابه متامى قول بين الرمان محمد. محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم